حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. اعتبر موقع انترناشونال بانكرز البريطانية المتخصص في قضايا المصارف أن هناك نقصا في التواصل بين المصارف العراقية وبقية العالم، ما أدى إلى إضعاف الثقة بالقطاع المصرفي العراقي. أشار الموقع إلى المخاوف من أن التأثيرات المناخية والجفاف ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4%، واعتبر أن النشاط المالي غير المشروع يمثل العقبة الأكبر أمام البنوك العراقية للتغلب عليها، بما في ذلك قضايا الاختلاس. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1,200,000,000 دولار، ووصلت مبيعات البنك المركزي اليومية الأسبوع الماضي إلى 241,351,247 دولارا، مرتفعا بمقدار 4.92% عن الأسبوع الذي سبقه. وسجل يوم الأربعاء الماضي أعلى مبيعات للدولار، حيث بلغت المبيعات 251,665,764 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس والتي بلغت 229,773,050 دولارا. كشف اتحاد معلمي كردستان العراق أن حكومة كردستان ما زالت تتبع نظام ادخار رواتب الموظفين بطريقة خفية. وقال رئيس اتحاد معلمي كردستان العراق عبد الواحد محمد إن حكومة كردستان العراق أوقفت العمل بنظام ترفيع الموظفين في عام 2016 بسبب الأزمات الاقتصادية والعجز المالي، ولم تقم بإعادة هذا النظام حتى الآن، رغم أنها قامت بإلغاء نظام ادخار الرواتب في العام 2020، إلا أنه ما زال موجوداً من خلال عدم إعادة الترفيع للموظفين. أعلنت وزارة النفط الحالية رفع سعر الغاز المجهز للسيارات وأسعار منظومة غاز السيارات بدءاً من الشهر المقبل. وتداولت وسائل إعلام محلية قرار الوزارة برفع سعر الغاز المجهز للسيارات إلى 300 دينار بعد أن كان ب 200 دينار لللتر الواحد، فضلاً عن رفع أسعار نصب منظومة الغاز للسيارات بدءاً من الشهر المقبل. نقلت مواقع إخبارية عن مصادر مطلعة أن شركة تسويق النفط الحكومية سومو اتخذت إجراءات قانونية ضد الشركات التي اشترت النفط العراقي من محطة نفط جيهان التركية دون موافقة صريحة من سومو، كونها المعنية بمنح تلك الموافقات. هذا وبلغ عدد الشركات المستهدفة بإجراءات سومو القانونية 50 شركة. وبحسب المصادر فإن سومو ستفرض عقوبات تجارية قاسية على هذه الشركات بخرقها الحكم النهائي للمحكمة الاتحادية، والتي اعتبرت فيه أن أي مشتريات للنفط خارج سلطة سومو غير قانونية. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات والمعادن.
نهاية الموجز، في أمان الله.